بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نبدأ ندخل في تالت حاجة اللي هي السيشن، اللي هي بتبدأ تعمل ترانسفير داتا to any page inside by store data في الميموري بتاعة السيرفر. معناها ايه؟ اللي احنا هنبدأ نحفظ البيانات على السايت كله. يعني احنا لو عندنا قيمة عايزين نحفظها للسايت كله، فاحنا بنبدأ نعمل ايه؟ نحطها في حاجة اسمها السيشن. تعال نبدأ نعمل ايتم جديد. هنسميه مثلا نعمل اد. هنفترض في الصفحة دي اللي احنا عندنا تكست بالشكل ده كده، نخش جوه الديف ونبدأ نضيف التكست بتاعنا. ونبدأ نحط مثلا بوتون. السيشن ده بيفيدنا جدا في حتة اللوج ان. لما نيجي نبدأ نعمل لوج ان في سايت مثلا، ونبدأ ندخل اليوزر نيم والباسورد، فاحنا ممكن نبدأ نحفظ البيانات بتاعت اسم المستخدم اللي دخل، اللي هو مدخل اسمه في السايت. نبدأ نحفظ بياناته في السايت كلها. نبدأ نضغط على البوتن كده دبل كليك، ونقول هنا في حدث البوتن، نقول اللي احنا عندنا حاجة اسمها سيشن زي فيو ستيت بالظبط في الشكل بتاعها. هنسميها مثلا يوزر نيم، هنقول بيساوي تكست بوكس واحد دوت تكست كده. خلاص، لما انت اول ما تك على البوتون ده بكلمة انت هتدخلها في السيشن او هتدخلها في التكست، هتحط في السيشن اللي اسمه يوزر نيم او يوزر نيم. تعال نبدأ نشوف، نختار اي صفحة احنا عايزينها. لو يكون مثلا صفحة الفيست دي، صفحة الفيست دي هو بعد ما يضغط على البوتون ويبدأ يخزن القيمة في السيشن، يبدأ ينقل لنا مثلا لصفحة تسمى، هنقول هنا response دوت ريدايركت، يعني انقل لي الى الصفحة اللي اسمها first مثلا دوت ESBX. جوه الصفحة اللي اسمها first دي كده هنبدأ نعمل، نحط ليبل. انا تعملت اجيب اي صفحة من الصفحة القديمة علشان تلاحظ ان هي اي صفحة تختارها في السايت هتبدأ. هنقول هنا الليبل واحد، ليبل واحد دوت تكست بيساوي السيشن اللي اسمه يوزر نيم، اهو يوزر نيم تمام. طبعا دوت تكست او دوت تو سترينج في الاخر تمام بالظبط كده. تعالى نبدأ نخلي صفحة السيد ديت هي أول صفحة هتشتغل. ونبدأ ننفذ. زي ما انتم شايفين هنبدأ نضغط هنا أو نكتب هنا
ده اسم اليوزر. نبدأ نضغط على البوتوم كده ونشوف اهو نقلنا هنا للصفحة هي فيس وحطينا اسم اليوزر بودا كمان. طيب خلي بالك بقى من حاجة، ادي السيشن زي ما احنا شفناها نقل لك البيانات منين، من صف من على جميع السايت كله، اي صف اي صفحة هتخش تكتب يوزر نيم او سيشن يوزر نيم هيطلع لك القيمة بتاعتنا دي. بنستفيد منها في حتة اللوج ان، عشان انت لما تيجي تبدأ تدخل يوزر نيم وباسورد نبدأ نحفظ اسم اليوزر نيم في السايت كله.